وأحب أوجه ثلاث رسائل لثلاث أشخاص. الأولى الدكتور عبد الله السند، متحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. أنت مثال مشرف، وأنت الرجل المناسب في المكان المناسب. وللعلم أبوك يا دكتور مدرسني مادة قرآن كريم في الفنطاس لما كنت بالمتوسط، ونعم التربية ونعم الأب، وأنت كذلك والنعم. ولا يهمك كلام أي أحد يتكلم عليك، أنت عندها الكويت قدرك عالي يا دكتور. الرسالة الثانية للكابتن طيار يوسف العنزي، اللي كان رايح مع الطاقم اللي رايحين الصين يجيبون مستلزمات طبية وصحية خاصة في كورونا. وهذا الرجل هذا الكابتن لما انطار كانت أمه بالعناية المركزة، ركز معاي، ولما وصل الديرة توفت أمه الله يرحمها، لكن وصل الديرة من الطيارة ليل حجر على طول، ما قدر يدفنها ولا قدر يستقبل المعزين فيها. عظم الله أجرك يا كابتن، تأكد أن الكويت كلها دعت حق أمك والكويت كلها تعزيك، الله يرحمها إن شاء الله مثواها الجنة. واللي سويته هذا دليل حبك للوطن ودليل أنك كفو، الله يرحمها إن شاء الله ويصبرك بإذن الله. وسمعوا الغصة اللي بصوته، يعني شيء يعور القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهم شيء المهم انتهت الحمد لله، وجود الشركة والطيران المدني وما قصروا كلهم، حتى اللي موجودين هنا كانوا معانا بالدقيقة بالثانية. ما ننسى سفيرنا في الصين الله يجزاه خير، كمان كانوا ويانا بكل لحظة. آخر رسالة للعريف يوسف الحربي، الكل شاف الفيديو ماله، أحب أقول لك يعطيك ألف عافية، وأنت كفو، وأنت رجل مناسب في المكان المناسب. الشره على اللي صورك وكل الناس، ولو تشوف بتويتر وتعليقات الانستغرام كل الناس قالوا أنك أنت الغلطان في هذا التصوير. صار التصوير هبة، حادث تصوير، سيارة قالبة هنا حادث، أي شيء يصير تصوير. هذا الرجال قاعد يتعب واقف بالحر علشانك أنت وعشان الناس كلها وافدين ومواطنين، تصرب هذه الصورة ليش؟ عيب عليك. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.